تأثرت صفحات العديد من النجوم بالخلل التقني الذي أصاب فيسبوك اليوم الأربعاء، إذ تمكنت صفحات مجهولة بنشر مواد دعائية وغريبة على صفحات المستخدمين، من بينهم عدد كبير من مشاهير العرب والعالم كالفنانين تامر حسني ونانسي عجرم وأصالة وغيرهم. وتعمل إدارة فيسبوك على تدارك الأزمة التي أزعجت مستخدمي فيسبوك حول العالم. كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجآت في آخر حفلاته الصيفية والتي ستكون في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري يوم 26 من أغسطس الجاري. وقال منظم الحفل إن الشركة المنظمة ستوزع مجموعة من السلاسل الذهبية على الجمهور، إما عن طريق السحب أو الاختيار العشوائي. اندلع حريق هائل في 3 استوديوهات ضخمة تابعة لشركة العدل جروب للإنتاج الفني بمحافظة الجيزة بمصر، وذلك قبل أيام قليلة من بدء تصوير العديد من المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، إذ اشتعلت النيران في حارة العدلية أحد أشهر مواقع التصوير، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية. أعلنت الفنانة ريم البارودي التنازل عن الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد زميلتها وصديقتها السابقة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة أنها ترغب في بدء صفحة جديدة خالية من الخلافات والصراعات القضائية، وأنها ستلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ضدها مؤخرا لصالح ريهام سعيد وتسديد الغرامة الموقعة عليها بحكم قضائي. من ناحية أخرى، تعود الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها الشهير والمثير للجدل صبايا بعد عام من إعلانها اعتزال الإعلام بسبب العديد من الأزمات التي أثارها البرنامج خلال السنوات الماضية، لتتراجع مؤخرا عن قرارها وتعلن عودتها لبرنامجها الشهير الذي سيعرض على قناة الشمس المصرية يوم 7 سبتمبر المقبل. وأخيراً، لقطات عفوية نشرها الفنان أحمد زاهر برفقة أسرته من إجازتهم في تركيا وزيارتهم لمطعم الشيف العالمي بوراك، وحظي الفيديو على تفاعل واسع.